كمو اسلام. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إني سقيم ساقين بقت فتولوا صاد. عنه مدبرين. كمو اسلام، راح معلش يا ام اسلام، ارجوك تسمعي الشيخ عشان بيعقب على التلاوة. سمعاني يا امي، ماشي سمعاني مع يا ام اسلام، حضرتك. تسلمي. مع حضرتك. نعيد تاني كده. فقال اني سقيم، واخلي بالي من السين. فقال إني سقيم جميل. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. ما شاء الله، صدق الله جميل. العظيم. والاجمل لو خلينا بالنا من زمن حرف الساكن ياخد حقه عشان التلاوه تكون اجمل واهدى. يعني لما اقول ما لكم لا تنطقون، ولا لما اقول ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا، ولا ما لكم لا، ما لكم لا، ولا ما لكم لا. احسنت يا ام ما اسلام، لكم لا ايوه كده. تنطقون. علاج ده فين؟ السرعه تهدى شويه. احسنتي، شكرا جزيلا.